يعد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. واحي سدي الذي يتبنات كتاب كني الإيضاح في علم التصريف، وحن كسو قد ترني باب كي مزيدك ولبا، وحن كو سيقار أو سي ترنا مزيد ثلاثي. مزيد ثلاثي أيا صدح نوعها لبن نوع ينصر شغني أو كلاه. ثلاثي الزيادية والحرف لغو الزيادية صدح صراط بنية شيء أما صدح وزن. ثلاثي الزيادية والله حرف لغو الزيادية إن شن وزن بنية شيء. هل كان نوعي صدحات أي نكج لينا. النوع الثالث طالب وحيري حفظه الله. النوع الثالث نوع صدحات ومزيد ثلاثي بثلاثة أحرف. ثلاثي الزيادية أو صدح حرف لغو زيادية وله أربعة أوزان قياسية. أفر وزن أو قياس أيون اللي هاي هي وحينك ليهن كو زيادة همزة وصل، همزة الوصل للزيادية هي وسين هي وتاء سين هي تاء في أول الفعل، فعل كأول كيس لغو زيادية ليصير سوء هذا على وزن استفعل. استفعل مركة واللي حرف هذا لحدا حرف صدح نوا أصل صدح نوا زيادة. صدح ده زيادة ده وهمزة الوصل لغا إيا سينتا إيا تأدوية إن أفيرسو وحين نريد ثلاثي لزيادية وحال حرف لغو زيادة مركة الرباعي بالنقطي. إذن هذا دي لغو يديو لغو يرادر رباعي مزيد كأوامي قصرات وأنا ترى هذا وصدح صرات. هذه سيدو كلا لغو يديو ثلاثي لزيادية أو لبا حرف لغو زيادية أو شن نقضي ميقا سراد باقياس تيسة حدا وحد صار لغتي شن من نو يفور لمن تهي. هل كان نوحي نمركا كاكو دقلينا ثلاثي لزيادية أو صد حرف لغو زيادية مركا لحبو نقونية مركا مزيد كهدا إنو أخرين إنو وحون نقونيا وحقياس نقونيا سداسي أو صدح أصلة أو صدح زيادة لغو زيادية لحبو مركاسي اسكن نقونيا. استفعل ألفت أما همزة الوصل يسينت يتأضى أيا وحيئيهين أيا زيادة وين حرير سيهين أو أول الفعل بيقلين. وأشهر معانيه سرطا استفعل سببت اللو زيادية وحاق عنسا الطلب أو المطاوعة. طلب هي مطاوعة لبضبة درتها دوا اللو زيادية. أمثلة الطلب تسالوني قد كو قرندون تا طلبك غفر وثلاثي ودافي وي دافي دي مركة لدل بيو محال أورانا يا مركة استغفر وي أي طلب الغفران دم بداف أيو طلبي نصر وقرقار استنصر وقرقار طلبي أي طلب النصر قرقار بو طلبي رضي استرضى ورالي عنشة طلبي أي طلب الرضا فهم استفهم أي طلب الفهم يعني كسمو يدك أيو طلبي وواهي. أمثلة المطاوعة نوحاو يطاوع أفعل سرتي أفعل لديه ترى أيو مطاوعين يا مثل أحكمته وانصغي فاستحكم فاستحكم أحكمته أحكم وأفعل وصغي ويصما فاستحكم مركاسي وصغمي أقمته وانتوسيي فاستقام وانتوسيي فاستقام وتوسناضي
أفهمته وأم فهنسي فاستفهم مركاسي وفهمي فاستفهم وفهمي مركاف استفهم مرنا طلب وي أو فهم كيف طلبي مرنا وفهمي ولا ديه كرا وهكذا. طيب سري واسرتاس أما وزن ووزن كاستفعل كاللبات وزيادة همزة وصل في أول الثلاثي هي وألف بين العين واللام هي وتضعيف اللام ليسير على وزن إفعال. وحيري مؤلفكو همزة الوصل فعل كثلاثي كهرتيس اللزياديو كاكو ألف يدن اللزياديو ألف تاسو دعيسة بين الفاء والعين فهذه عين تدحضر ذا بين العين واللام عفوا ألف بين العين واللام إيو تضعيف اللام لام كل فسد دي سي أولا الشيدو فركاسرتي وحي نقونا يساء موزن كي وحي نقونا يا إفعال أي نقونا يا ومعنى هذه الزيادة زيادة ذن يدا معنى هذا والدلالة تصيد على المبالغة أي كتوسن يسو مثل حمراء وقدوت إحمار قدوت كي بابتي ليدل سيء كوتسي على زيادة في الحمرة قدودك أو زائدة خضر عقار بو النغضة إخضار أدبو عقار النغضين ليدل سيء كوتسي على زيادة أو في الخضرة عقارك إفعال ووزن سداسئة وصدح حرف لغو زيادي وأنا تضعيف كلامته ألف تلامتي عين كأول حيسة إيو همزة الوصل لفعل كأوهر الرئيس لبداس أي هل قاسي إنه قب حينا كصدحات وزيادة همزة وصل همزة الوصل للزيادية في أول ثلاثي ثلاثي كأول كيس لغو زيادية إيو وواو وون لغو زيادية إيو وتكرير العين عين تقول لسوع العليو ليصير سيء وزن كو هذا على وزن إف أو على وزن كإف أو على ليراده سيء النقض إف أو على إف أو على هذا فعل أي ويأسلك همزة ظهر وزيادة إف أو على إف أو على عين كنا ولا سوء ليي أو على ضندن به متكود بلبضن عين متبى زيادة ووغا عينك هوراكو حيغانا وزيادة ومعنى هذه الزيادة زيادة دا يدا معنى هيدانا والدلالة تسين على المبالغة مبالغة أيكو تسين يسا عشبة وعوس بعيي إعشوشبة إعشوشبة أي ليدل سيوكو تسي على زيادة في العشب عوسكي أو زيادة أيكو تسين يسا غدنا أيها الثلاثي أصل كاها مجرد كاها إغدودنا ليدل إغدودنا أي النقض ليدل سيكوت سي على زيادة في طوله أوديراد إغدودنا الشعر هي إغدودنا العشب كاتراهدبا عوسكي با ديراد يتمه با ديراد ادو ديرركاس او زيادة ايي مركاسي سرتني فائدينيسا كان فرات وزيادة همزة وصل همزة الوصل اسم للزيادية في أول ثلاثي ثلاثي أول كيسة أو همزة الوصل للزيادية إيو وواو مضاعفة وو يدا لفصد يدا لبلابا وو لبن نقنيسة أو يدا للزيادية وو داسو بين العين واللامئة ليصير سيء وزن كو هذا على وزن إفعول وو دا لشد وو دا لبتباراً ولا بحرف همزة الوصل لفعل كوه الرينة وزيادة إساقنا صدح ذا حرف بزيادة كوه وهو يستعمل قليلاً يعني إن يربع آد ويربع لإستعماله ولهذا بوير مؤلفك حذف من بعض الكتب كتبته ولو كوه معاصر كأنت وضبضاً وزن كان إساقا ويكاقوين ويدل وحسك تصيني على المبالغة مثل علط إعلوطا علط يثلاثيها اعلوط أي تعلق بعنق البعير يعني أول لا دفوري بس وما لدو ديه ترين
قفك مركو رتيع عدي سماء انتو كسو بودو اما فرس او بفرسه دون سراج رتيجي سي قاديد كوها ايا فرس كي سي ايو اللي دفولي اساق او عن كوريه ايو قلب كي سراج كلو يقانو ان لحين ايو انتو دون تقبصدي ايو دش او قبا حيوهي او مركاسي كسو عدي ان حلزا احلوزا اي اسرع عودك دقينا ولمن المهم ان افرتاس وثلاثي لزيادي افرتا وزن واستفعل افعال افعول افعول وثلاثي صدح لغو زيادي ومركاسي سداسي النقضي وي ويهي انتاسي وحينو مركا كسو قبقبيني باب كي أها بابو مزيد الثلاثي ثلاثي لزيادي عن صوت المرنو ان انا قدر سيقا وحان سوق قارن إساقا او لقاعدية صرفيقا مركا قاعدة دو وان كسو عالعلين وحي هوري لو شاقي سي اي مسكحة او بيا ديكتو هدان سوق عالعلين وحن نقونا يا ثلاثي لزيادي او هالحرف لغو زيادي صدح وزنبو يا شي وأفعل يفعل يفعل وصدح ثلاثي لزيادي او الله بحرف لغو زيادي شن وزنبو يا شي شنتي وزن وحين نقطي انفعل افتعل ايو تفعل يتفاعل ايو وحو نقضي ايو افعل ايو اسمه نقضي عفوا افعل لكم اتشرو ثلاثي لزيادي او الله بحرف لغو زيادي شن سراد بو يا شي وانفعل متكلباتنا وحاوية هاو افعل لا او تضعيف اللام ايه همزة ده وصحوة يوان كمنا افعل لوي ايه افتعل ايه تفعل ايه تفاعل شان تاس ايو اسنية شي وحامر كاسي انا اقول قدبني نوعي كلا اما اسلام نوع على فديسة ثلاثي لزيادي وصد حرف لغو زيادي افر وزنبو يا شي وانا كوي هاد افر تهاد قدام بيسي ان شيق اني استفعل افعال افعوعل اي افعل اي افعول انتاسو النوضي هاد السوء ده قيسة صد حرة ايش صدح ايشان وسديد مركا صدح ايشان سديد بيسكون نقنية افر اوجي لبي التوان بين نقنية مزيد ثلاثي ثلاثي لزيادي او مركاسي مرنا الرباع النقضي مرنا خماسي النقضي مرنا سداسي النقضي لبي التوان كاس وزن ايا قياسه انت مركا هدي اي النصاص أصد المرني هل كم حنكب الله بينا ثانيا مزيد الرباعي مزيد الرباعي يبقى نكب الله بينا مزيد الرباعي ويكون وحوهانا على نوعين مزيد الرباعي والرباعي للزيادي رباعي هدي للزيادي واتسكا سوران كرتا حكا صوبيح كرتا الرباعي هل لغو الزيادي الشر نقضي أما الرباعي لبا لغو الزيادي اللح نقضي فعل لح كبدا لبا فعلي وحبال الشيقة هذا صوب حماينا إن شاء الله. مركب لبا النوع النوع الأول هو ما زيد فيه حرف واحد وله وزن واحد قياسي. سلام كوش يا جماعة مغلي تري منهاج لمحنته. أنت هذا نفس مالك كوش يا جيني أيو قرالهان كوش يا جو. يري النوع الأول مزيد الرباعي جوال لبا النوع. النوع الأول هو ما زيد فيه حرف وامد حرف لغو زيادي حرف واحد وله وزن واحد هل وزن بون ليه وزن كأساقان وحاوي زيادة تائن تائن لزياديو في أول المجرد مجرد كي رباعي مجرد كأها هل انبوها فعل رأسنا فعل الذي انبا تأكو زيادي نيسا محاد أوران ليصير سيء هذا على وزني تفعل لا فعل لكو أهاية تفعل لا انبا دوران ومعنى الزيادة محال لو كرديي أو محي سو كرديسي بعده كرتا وحال لو كرديي زيادة داسي ومطاوعة
مطاوعة الفعل المجرد الرباعي بمطاوعين ياهو مثل دحرجته فتدحرج وان ولان وليي ومن سران كسو طوري إساقنا مركاسي وولان ولي فهي مديدين بعثرته وان فرديي فتبعثر اسنوه مركاسي فردومي نوع عاسنة وربيري هاي أدبو معنى السيني هاي هل كاسان أقب حينا. النوع الثاني نوع اللبات ومزيد الرباعي وهو ما زيد فيه حرفان وحي الزيادية وهي اللبا حرف كان لغو زيادية ليرادة وله وزنان قياسيان اللبا وزن بوليه هما وحين كليهن. خير الله سيو مؤلف كتابك قري وحيابا بضانو أول قاعدة إيو كلا دقديد إيو أما قبيقي ابن مالك اللقية وإنو بإسدح قشنا أيو قرال كيكو كلا دقديد مركا إن كتابك أن لا إسلا أخرية لا إسلا دراسيو أيو كفي عني هاي وحبابا هادا عيد قاعدة إيو كلا دقديد إيو وحبا عيدنا أغمو سنتقين مؤلفكو ويساق أياه جزاه الله خيرا أفاد وأجاد وآدي آد أتقها قاتيي وحي ماشا لديه لها. مركا النوع الثاني نوع اللبادنا وهو ما زيد فيه حرفان لبا حرف وحي لغو زيادية ويه لبو وله وزنان قياسيان هما وحين كليهن. كو زيادة همزة وصل همزة الوصل للزيادية في أول المجرد مجرد كأول كيسة مجرد كالرباعي الرباعي قاها إيه ونون نون أو بين العين إيه واللام نون عين تأيه اللام تأوده حيسا اللام الأولى ولبا واللام بين العين إيه واللام الأولى ليصير سيء وهذا على وزن إفعل للا وزن كإفعل إفعل للا أسوء النقض. همزة الوصل في أول المجرد زيادة أو همزة الوصل فعل كأوهر ليا نون بين الفاء بين العين هي واللام الأولى أنا وأمد عين تكون كتائف عن للا ومعنى هذه الزيادة زيادة يدا معنى هذا أيضا على المطاوعة على مطاوعة المجرد الرباعي مجرد الرباعي قام اسم مطاوعين يا مثل حرجمت الإبل قيلي بان أروريي أي جمعته أما جمعتها قيلي وان أروريي فحرنجم اسم مركزي وأرور سمي فحرنجم وأرور سمي حرنجم مركوا إفعال للا كاسوا وزن كيكوبات وزن كلبات وزيادة همزة وصل في أول المجرد همزة الوصل للزيادية في أول المجرد الرباعي هي وتضعيف وتضعيف على اللام لام تأو يدنا اللابو والسوع العليو لام تأو الأخيرة تأتن بيسي ليصير سوى هذا على وزن افعل افعل لا لا افعل حاوي وحنقنا يا افعل لا افعل لا لا قلنا تدملش اذا افعل افعل لا لا عرب وابوك هذا مثال كي نقول كلام دونا ان شاء الله. وهذه الزيادة زيادة ذن يدا تدل على المبالغة مبالغة اي كتسنيسا يعني زيادة أما بضنان أي كنت سنيسا مثل تسالحان طم أنا طم أنا والرباعي مجردة طم أنا اطمأن ها افعل اللأوي ها اطمأن أي نقنية أي سكن وحسليوي سبطر اسبطر أي طالو لراضيوي قشعر اقشعر وهكذا ساس نقنية اقشعر ذو الدباح انت وهي وهكذا أدو على كل حال اسبطر يا اقشعر يا اطمأن حسلونان تي او زيادة درر في او زيادة دباح انت جركو دباحن او زيادة وهكذا سيو صورت لو زيادي اما سبب الزيادة والمبالغة انت اسنا وحين اغفر حالاني قيبتي لبات هيد مزيد الرباعي او اساغنا لبا نقضي مد هل حرف لغو كرديي هل وزن بو يشي واتفعل له هي مد لبا حرف لغو كرديي او اساغنا افعل لذن هذا النودن بيسي هي افعل للا او احرن جماعة لبا داسو يشي. طيب
لبدن يمتك صدح داس مركة هداد صدح داس مزيد الرباعي هدا اللبية طبان كي اوغيسو واشان ايه طبان مالف كاكوشي قدونو وهذا هو كذا الخلاصية كسر سمين دونه وحوك إلى ملاحظات مركه ملاحظات حوجية أيون ربع إنه كسيه مؤلف وحوك إلى كو ملاحظات كاس إلى يصدح بيجاريا كدبنا ملحقات وخوش يجي دونه كدبنا وحوكوش يجي دونه سدا كلمة دا قاموس كا لغة رادية أيو باب كسر ختم دونه وإنه بوبسينا بإذن الله تعالى وهو معلومات أباهن أن إن أتصور رعتان وأتصور أخرسان ملاحظاتك بعد وحوي تكون الزيادة على ثلاثة أنواع أنت أنا نقد الجلين باب كان هذا واحد آخرين دون نردن وخلاصة ما سبب وحي هري مزيدك باب كان مزيدك وحي يكون خلاصين هي تكون الزيادة على ثلاثة أنواع زيادة وصدح النوع زيادة محضة زيادة برحلة أما عد وهي التي تنطق بلفظها مد اللفظ يضلوها اللوية كزيادة أفهم قاتل انفصل اعتدل تغافل استخرج تدحرج وحنا لو وين صور لقلنا زيادة دي ستوصها اللوها اللوية وأفهم هذا وهمزة القطع أما همزة النقل قاتلنا وألفت لحظة كترت انفصلنا وألفت ينونك اعتدلنا وألفت يتأذى تغافلا وهكذا وزيادة محضة محايل سيد الله والله إحران جمنا والله من وزيادة مضاعفة مد يد والله اللاب لابي أما والله سوع العليي أما مال بي حرف كليكو لرنتهي أما كل بيش بارنتهي وهي زيادة داسنا التي تي ويتكون هانيسو بمضاعفة حرف أصلي حرف أصل أيا اللاب لابي كزيادة صدق احمر اخضار تعلم اعلوط اطمأن حرف أصلها انبال الله بلابي والله حرف لقد لقيت بيضان وقيبت اللبات قيبت صدحات وزيادة تكرير من سوع العلنة تضعيف كل بسدي سوى سوع العلنة لكن تنليسكما تضعيف ننوي وهي زيادة أسنى التي تي ويتكون أهانيس بتكرار حرف أصلي حرف أصل أو صور نقر نقضي كزيادة إعشوشب إحلولا زهزق أو كلوي زهزق زاد صلى الله بطي إعشوشبنا عوسكي وعوس بحيي وحاوي وشينك صلت إحلولا الماء بيه بمعانا ذي وحاوي وحصول بلابتي لام كأيا صلى بلابتي وهكذا زيادة أصنو حال إلى هذا زيادة تكريم تي هرنا زيادة مضاعفة مدى موقتنا زيادة محضة مركز صدح ذا قيبوت أي زيادة أكرا بحضة ملاحظة اللبا تكون الزيادة زيادة وحي هانيسا بأنواعها صدح ذا النوع هدى عنو قيب النبي وحي كو هانيسا صدح ذا النوع با متصلة مدى حيرسا أو اسكوحكتا أو منفصلة أما مدى كالصعصعا المتصلة زيادة حيرسا هي التي تيوي فيها حرفان لبا حرفين زائدان أو ثلاثة صد حرف وزيادة أما لبا حرف متكود بالنقل وحروف متصلة هي حروف حريفسا كزيادة انفصل وي انفصل هذا لبا حرف وزيادة كترته وألف ينون لبضنا وحريفسا واسكحي قال انفصل استغفر صد حرف وزيادة كترته ألف يسين يتا وانا حريفسا والمنقطعة أما والمنفصلة مدك لسوعاني أما كلاقو أن هي التي تيوي فيها حرفان أو ثلاثة حرف لما حرف أما صدح متكودوي وحروف متفرقة هي حروف كلا تكتكسن بين الأحرف الأصلية تيبيكو كلا تكتكسن يهينو حروف تي أسل كاهيد با كلا تيدي وكو كلا دحجرتا كزيادة اعتدلوي اعتدل هذا محا زيادة همزة الوصل أوه الرئيية تاذا لكن أول ولد حجرا وعينك كل حجرا تقاتل تأذن وزيادة ألف تقاف وكحك تنا وزيادة لكن قاف كأيا كرد حق لا يلبدي حرف زيادة ذي إحران جمنا قد جرى نيسا ملاحظة أصلنا وحقوق بريا إن الزيادة ذو اللب نوع تهي مد متصلة هي مد منقطعة أما منفصلة كرسوعا إن تهي وحقوق بريا ملاحظة اللبات
أوزان الفعل المزيد القياسية 15 فعل كمزيد كأ أوزان تيسا قياس تا قياسي كأ وشن يتبن وزن وي وشن يتبن وزن. وأوزان الفعل المجرد وأربعة فعل كمجرد كأها باب كي هراء ينقصه برنينا وأفر أوزان تيسا قياس كأ. ومجموع الأوزان مركة المقيسة عليها 19 وزنا وي مرك اللي سوقي أفر يشان يتبن وسقال يتبن فعل سقال يتبن فعل وي. وهناك أفعال أفعال باشرته من المزيد الثلاثي مزيد كمزيد الثلاثي اللي هو يقال كمدة ليس لها أوزان قياسية أوزان قياس أو أي كنت ما ضع ما قدر أما اللي يقال ما شرته وشاد أوزان قياسي عمل لكن وشاد تحفظها وحفظنا يسا وتسمى وحان اللغو مقعبا شاد شاد بان اللغو مقعبا أوزان تنوع عاسو كلا. وماشي ابن مالك وحوغي ويسد حق القلين شري محايا لي ساقد قبي وكوشي وقبي قبي نثري قبي نظم يقول اسكو مد ماها مركا أوزان بدن أو سوكلا دحق عشق الشي أيا تري ترتي مركي قياستا وكوشي لكن شيخ محمود وكوكلا سوعي وهذا وحوك براي أوكلية أو زانت قياس تاهي قياس كاهي أو شن يتبن وزنة الرباع مجرد كي أفرة سقال يتبن كاس فعل أي فعل كقياس وأ أو زان وحاجر تو كيري مزيد أو مزيد الثلاثي ولبقى أو عن قياس أهين صار أي كوي مادان أو قياس وأمله لكن أفعال كتمد شادة أي ترتو أو زان كلا أو شادة كتمد أو يغن قاروا وتسمى شاذة وحال لغو مقعابة أفعاشا سي شاذة بلغو مقعابة وهي ملحقة وحالها الأشياء على الأوزان القياسية أوزان قياسية هي من الرباعي من الرباعي المجرد رباعي المجرد كأوزان قياس كوهي أي للراعي. ومزيده متك مزيد كيسا هنا ومزيده أو منها ومزيده كان الزيادي ومنها حق إذا كان هذين ما يلحق على وزني فعل لا وزن كان فعل لا يراده أي كو مزيد كأه إشاد كأه للراعيي وهي 18 وسديد يتبن فعلوي وعطيطة خلبسة سنبسة سلقاء قلنسة جوربة هرولة زهزقة هلقمة رهمسة قطرنة ترمسة كلتبة جلمطة غلمسة بيطرة سنبسة سنبلده يزملقة سيدد يتوان كافعل فعل لا أيالها ليشي هدونا مركا وحيابك لأنه إيمان دون مضارع أيو مزدر كأيو فعل لا أمبيل لحكم نقن دونان حقا تيرادنا ويسليقين لكن حرف كي زيادة ها أيان وافق سنين قابكي وزنك وآخر حرف وحانا لها ليشي فعل لا أيا لها ليشي أو أي أويهين شاقتو أي أويهين way hay in macaanidooda macnahooda af Soomaaliga waxa bayna quban inaan aad isugu lugoynin maxaa yeelay waa 18 ficil oo shaada aadna lama isticmaalo in sidooda loo xifdiya fiican ila waxaanu ku soo heshiinay kitaabkan inuu yahay kitaab wax cadeynaya oo wax sahlaya oo aan wax tadwiil iyo tacqiid toona aan u yeelaynin la baas laakin maadaama laga yaabo in aydu ku cuslaato in aad hadhow idinka qaamuusyada ka raadsataan aan hal mar aan dul marno cadiyata macnaheedu waxa weeye uu leedo fuulay weeye cadiyata uu leedo fuulay oo ratigiisu isagoo cadeysima ah dusha oo ga dhacay oo aan heeriyadii iyo qalabkii lagu fuulayay faraska iyo ratiga aan lahayn khalbasa ay khana uu khiyaanay weeye sambasa uu degdegay weeye salqa uu qorqoreeyay weeye oo qadad uu qadadeeyay qadad qofku markuu meel u saaro qalnasa coffee bread bo yu u coffee bread ama coffee bread bo xirtay jawraba jawrab ayuu xirtay ama wadaadadii hore waxay dhigi jireen in uu jilib martay jilib marashadana waxa weeye in marka socod dheer iyo wax la galayo in meeshan xagasha ama jilibka mar jawrab iyo shay lagu xirtay hadda sida nimankan qoliyan baaskiilka wado markay ka baqayaan inay ka dhacaan waxyaabahan ay jilibka ku xidhaan ee faashada iyo waxa taas waxa la yiraahdaa jawraba hal harwara wa dagdag hal harwala dagdag way zahzaqa wa qasl badiyay
حلقما ودودنشي أما ولقي رحمسا وقريي رحمسا وقريي وهي معنى هذا قطرنا ودامريي وهي معنى هذا ودامريي دامرك واللامقة لامقي بومريي ترمسا يدن معنى هذا وحوي وإسقريي رحمسا يترمسا وحوي كل دمي وقريي يوإسقريي ترمسا وقريي كلتما وبرقابيي قلب كان برها يحلو قاب قاضو مرك وحلا سهلية وبرقابيي بل جلمتا وحيرتي غلسما ودوبقوي رتقيبو باعونك قوي اما نافك اللي قليي بيطرا وداويي بيطرا دا ماشي كسو جدويي حنا نضحو لها سنبلا وسول بحيي زملقنا وحاوي معنى هذا وبيدتيي او رتقى مركو هاشا أورغينيو سوغرنا نقارين ماشي لو تلقلي اي شهوذو كتب مع الدوية وكلها افعاشا سداد يطبان كأنا من مزيد ثلاثي وي بحرف واحد هل حرف لغو زيادي ومنها وحاك لأو كمد افعاشا ايادا ما افعال با كمد يلحق على وزن تفعل لا هليل هي وزن كان تفعل لا الى دو وهي افعاشا سنة ثلاثة وصدح ثلاثة افعال تمسكنا اي ترهشف اي تسلقاوي صدح داس فعلنا وشاد وانا خماسي وحان لها ليشية تفعل لا تمسكنا و اسم مسكيني مسكين بو اسكن ديقوي تره شفنا و في قصدي قفك مركو بيها عانها مركو و كعبه افك كعبه و فيق الى هذا يا تره شفا الى هذا تسلقانا وحاوي معنى هذا و قوريي اما قداد قداد و قداديي او سلقا دي بيدنا لمعنى تهي تسلقا وقداديي سلقا ده وحاوي قداد قداد بو اطوري تسلقا اساقي با قداد قداد الساحضي وهي وايهي انت هالسينا صدح ده فعلنا وحالها ليشية تفعل لا وكل هانا صدح ده فعل با من مزيد ثلاثي بحرفين وثلاثي الزيادي والله بحرف لغو زيادي مناهل الرجال ك يوم مراضع الأطفال الشيخ محمد الأمين الهرري وقري أيو صفي عن أقفها فاهنيا قفكي الربا إن شاء الله أو النقضاء أفعاشا إذا سوى قدرقه وايهي ومنها وحاكم إذا ما يلحق على وزن إفعل للا أفعل لها ليشيي سر وزنك اللي إذا إفعل للا وإحران جمعه وزنك وإحران جمع مثالك وقرد إغني كوالها ليشيي باتيرا وهي أفعاش أسنى سبعة أفعال وتضب فعل وي إحبنطا إحوانصلا إسلنقا إعلنكسا إعثوثج إهبيخ إدلمسا عربك أموك التبابا لذا وحكما غلتي لو ذا دي هورا عرب هدو تشبي لها وحو كتشبي لها صرفي أفعل لها يو كتشبي لها الدواب اللي دين سوف ذيو أرقى ما سيديس اللي دين قوسه قاد لكن مرارك قار ابن ماريق وكلا مركو أرقى كوشيغ يمر يساقو مزدر وكوشيغ يمر يساقو فعلا مر يساقو جملة كتر وكوشيغ مثلا إحبانطا وحبانطا إحوان سلسلن قاعد تمسكنا سل قاقلنا سد جوربت هالورت مرتحلة وهكذا مركا ويرها وقاب لغا يرها الديدي لغا أرقاح زهزقت هالقمت رامستك وألت راشفت جفا الدسل هم قطران الجمل مركا قاب كان الله أقرنا يوحى السلاة هاي وحا وحا لبران كرابا ماه لكن مركا سيدا الله فضو ديو وأوح فضوط وإن لفهما ياد فضوط هاي على كل حال تضبطا فعل عرب كي كويرا أدقيهين لكن هلا حب ديو وإحبانطا ومعنى هيدو ويهي ودبراي إحوان صلاة شمبر كيبا قلقل بحيي ومركا وحال كان عنها أو صوت تاقو أي إحوان صلاة ليلة هذا إحوان صلاة الطائر شمبر كيبا قلقل بحيي إسلنقا و قداد قداد بو إساقنا أدعي ويهي قداد قداد بو أدعي بو نقونيا إن شاء الله هو إنو دمينينا باب كان إساقا مزيدك وحلقيا بأيني نساعي دافتي لكن إن شاء الله إسكدو القاتة إسلام قائسة كان وحاوية قداد قداد بوضعي إعلان كسا أي اشتد سواده وكثر وي يعني مذوقي سيبا بطيونا ومذوقي سيبا آد زيادة النقضيونا بطي إعلان كسا
إعثو سجا يا إهبي خنا وعي لي وي إعثو سجا إعثو تجت الناقة هشبع عيشي إهبي خسبي المهي رابع عيلي إذ لمس معنى ذو حوي ودور صومي ودور صومي تضبضا فعلنا إياقنا إفعل للا أيال إحرنج ما أيال هليشي وكل هان من مزيد ثلاثي بثلاثة أحرف وثلاثي الزيادي يصد حرف لغزيادي ومنها وحاكم إذا فعاش شادك ما يلحق على وزن إفعل للا صرت إفعل للا ليلة هذا كلها ليشيي وهي ثلاثة وصدح ثلاثة أفعال إكو ألا إجف أذى إسلهم إكو ألا وحاوي يو قابطي قف مركو سوقته أو قابطة يو حالي لذا إكو ألا إجف أذى ودواذي وي إسلهمنا إساقنا ودور صومي وي وكلها أفعاش أصدح دعا من مزيد ثلاثي بثلاثة أحرف وي وكوه رسوما أهين من مزيد ثلاثي أي وكوه رأيغنا من مزيد ثلاثي بثلاثة أحرف لكن وحكوك للدوين هين لبضا ميرودا لك الهليشين أي وكوه تضبضي هورا إفعل للا أي الهليشين أي صدح دانا إفعل للا وحنكو سو ختم هنا أيها الإخوة ولغي يا بأيضا إن دقيقة دانا قادت كشف معنى الكلمة في المعجم اللغوي كلمة ذا معنى هذا سيد اللغة صار قاموس كاللغة العربية آد بين مهم وته المعجم اللغوي معجم كاللغوي دكشنري قوية وكتاب يشتمل على عدد كبير من مفردات اللغة وحقول سنة إريب بدن واللغة مفردات كذا كمدة يبين معانيها مركز معنى هذه كوشيغية بترتيب الحروف الهجائية قابه كوشيغية وحاوهية سيدي ألف بيتدا ألف وحكا باللغة أهرية وهكذا با تا تاسكو شيقيا طريقة كشف معنى الكلمة قابكا مركا كلمة ذا معنى هذه اللور راديو أيا مركا أكو شيقيا تبحث معنى كلمة تبحث وحاد باريسا معنى كلمة ما كلمة معنى هذا إن أدباداد ربطا في المعجم قاموسكا وتتبع الخطوات التالية تلابوين كان صوص على أيان الراعيسة الخطوة الأولى تلابة ظهر ترد الكلمة ترد الكلمة كلمة والعلين ياد التي تاسو تبحث عن معناها معنى الأدباريسو في المعجم من أتكباريسو إلى مفردها مفرد كذي سنجل كذي باللو علين يا كلمة إذا هدي تثنيتها أما جمعتها مفرد كذي باللو علين يا إن كانت هديتها جمعا أما تثنيتها وإلى الفعل الماضي فعل كي ماضي قهابا اللوع لنيا إن كانت هضيتها مضارعا أو أمرا أو مصدرا أو اسما مشتقا ماضي هي مضارعي أمر كي هي مشتقات كي مصدر كه يغنبضنا وحدو علنيسا فعل كماضي قادو علنيسا تاسوا تلابة ظهوري وحوكو إلي تلابة ظهوري كالمادة هضي جمعتها مفرد كيذي بادو علن مثلا وحاد أرقتي كلمة إسلام كود سالين دون وحبها ديانا نسيت تتابنين الخطوة الثانية خطوة تلابض اللبادنا وحاوي تجرد منها أحرف الزيادة إن كانت مزيدة تلابض اللباد يتسمين سوحاوي هدي كلمة أي تهي كلمة هدي تهي مزيد هو الزيادة واستفعل مثلا كلمات كي زيادة هبات كقوينيسا أو مجرد كي بادو علينيسا الخطوة الثالثة تلابة الصدحات تنظر إلى أول حرف حرف كهر آيات في رنيسا أو منها من الكلمة كلمة ذكاء هذه لتعرف سياد أقراطو بأنها من لتعرف بابها باب كذا سياد أقراطو حرف كهر رأي مباب الألف باء مباب الباء باء مباب الخابة مطاب كب اللوضة مطاب كب اللوضة وهكذا ثم تنظر وحاد في رنيسا في داخل الباب باب كجذهيس حرف أهر ريمر كان هشة آيات حرف باب سئات باب كجذهيس أصفيرس حرف كحجة آيات في رنيس في داخل الباب إلى الحرف الثاني حرف كلابات باب كفي رنيس ثم الثالث حرف كصدحات لتعين الكلمة كلمة سئات مركاسي وعين تؤاد ماشي أبو تكت تسالوين خمسة مركا فمثلا تبحث في المعجم وحات كباريس عن كلمة كشوف
كشوف بالربط أنا المعنى هذا أوقات تردها إلى مفرد يا مفرد كذي بادو علين وكشف كشوف وجمع كشف وهي مفرد كذي وهي كلمة وكلمة ثلاثية صدح حرفها كوبا ثم أنت أكدبنا تفتح وحات فريسة في المعجمي قاموس كي بات فريسة باب الكاف بات فريسة اللي انكشف كاف وقبل وضاها ثم الشين ثم الفاء هي فريسة انتهت وعد ما تمرك. وإذا كانت الكلمة كلمة دي هديتها فعلا مضارعا فعل مضارع هديتها يستنصر أوكلا يستنصر ترد ودعل إلى ماضيه ماضي جدي بدعل استنصر ماضي جدي وما حي ماضي جدي ها يستنصر ومضارع هاد باريسا وإن هذا قاتربتا هرت ماضي جدي أو استنصر على وزن استفعل أي دعل ثم أنت أكدبنا تجرد منه الزيادة زيادة آيات كدر تريسا واستنصر ولحرف لحرفنا وزيادة ومزيد مجرد كي بعد مركز ديب أقول نقول نيسا وحد كفا كري مركز من الرباع اللي زياديبة من الثلاث اللي زياديبة محا زيادة محا زيادة هين قالب كي فأدى يعين تيلامك كلمة أصل في هذه الزيادة اللوكة لقرن آيات راعيسا إن تصاريفتا كيرد عيا كيسة ولقي حروف تولقي عند عين واقوة وهكذا ما دقيه استنصر عيادون قنيسا ثم انت كدبنا تجرد منه الزيادة زيادة عياد كتريسا وعاد كدر تريسا نصر عيا كوسا وبحيس فتفتح مكا وحاتفوري في المعجمي معجم كي باتفوري مكا قاموسكي باب النون باتفوري ثم صادي صادكي ثم الراء عيادفوري مركا كلمة دي وكوسا وبحيس هي معنها لوح الله. وإذا كانت الكلمة كلمة هديتها فعلا ماضيا ثلاثيا فعل ماضي هو ثلاثي هديتها وسطه ألف فعل كان سوى نحديث ألف أويهي فعل ثلاثية وأجوف أوي أجوف كان ولا إعلاليا كدبنا أميا هذا أموها هذا ألف با حرف علي لو بدلا سما سيدا قال يباع يخاف يطال هذا فعل ثلاثي جاهي نحدي سؤال ألف تهاي وأي وماشك ويا واحد باري سوي هاي تردها ودع النساء إلى أصلها واو وياء يأي ووك النغضب ودع علن بواسطة المضارع بعد نقول علن هذا حتى أطويرها ولا ارتو ترى مياء بهد قال عين هذا مياء بهد مسوو بهد مضارع هذا فيرن يقول مركز هذا هو مركز كوسو بحده أياد واحد أغاني سائنا قولاه باع مضارع عادي بعد علين أما مصدر كذي يبيع مركا آية يكوس وبحدا دكان إن عين تأية كفدي يبيع إن قولا هي بيع أن والله مد وهكذا بواسطة المضارع مضارعة أياد مركاسي قول لي سيسا كذب بعد حدا دكان يسا ألف كان أصل كيسي وحوها مثل عادة يعود عودة واصل كوها وتفتح مركا بعد فريسا في المعجم بعد فريسا باب العين بعد فريسا ثم الواو ثم الدالي مركا كلمة دي بقوس وبحش معنى دي بعد مركا هالكاس كافير نيسا. وإذا كانت الكلمة كلمة دي هديتها فعلا ماضيا فعل ماضي هديتها ثلاثيا أو ثلاثية مضعفا أو مضعفة تفك إدغامه إدغام كيسي آيات كالفرفور إيسا مثل مد مد وهي كلمة دي أدنى فهذه سررت معنى إيسا مد دا آيات أرون إيسا مركا إلا حرف كان دالك حرف دالو إسكوش دان إنو يهبط أغان إيسا مدى دا فتفتح مركا واحد فريسا في المعجب باب الميم ثم الدالي كدنا معنه باكوس وبحية وإلى هنا وحن أقول لماضي مزيد كي أي هل كان سنة أقول لماضي حتى سيكا لو إلى هذا باب كي كوبات إيا باب كي لبات هل كان أي نقول لماذين باب فعل المضارع والأمر أي نمركا سي درسي جينا سوس وعلى كبالله بدوننا والله أعلم.